منطقة كأنه الحياة فيه تحدي. نافذة لابد تشعر تحت هذا الشعار بالنور أقامت والنور مؤسسة والجمال. شهيدة التنموية مساء يوم أمس ممتاز. دورة لجرحى الشلل بالنسبة بمدينة تعز، لتدفق النور بهدف النفسي دعمهم للمدمن. نفسيا ومساعدتهم لتخطي حاجز الإعاقة والاندماج بالمجتمع بحالاتهم التي هم عليها ليعيشوا حياتهم الطبيعية غير محتاجين لأحد في تحركاتهم ومعيشتهم، بينما البعض ما زال مصدوما ولم يتجاوز ما هو فيه مما يسبب له الاكتئاب ولم يخطو الخطوة الأولى باتجاه بدء حياته من جديد. فعلا الحياة هي تحدي، فلا يوجد هناك أي إعاقة جسدية. يجب أن نفكر بعقولنا كيف نبني أوطاننا، كيف نساهم، كيف نفكر، كيف نكون جزء من المجتمع الفعال. اليوم شعور رائع، يقول المثل رب صورة خيرا من ألف كلمة، وهذا خير دليل. كمان نشكر مؤسسة شهيد التنموية، ونشكر المدرب التنمية البشرية الأستاذ عصام الحمادي. مؤسسة شهيد التنموية تعز تختم العام 2018 بهذه الدورة، إحدى دورات الدعم النفسي التي تقدمها لجرحى الشلل في مدينة تعز. تم استهداف اليوم 25 جريح شلل من مدينة تعز تحت شعار الحياة تحدي. هناك العديد من الجرحى استطاعوا أن يتخطوا حاجز الجراح والإعاقة، وبدأوا يخطوا خطوات النجاح في حياتهم. من أجلهم جميعا نقيم هذه الأمسية، ومن أجلهم نقيم هذه الفعاليات التي تستمر على مدى العام بإذن الله. 25 جريحا مشلولا تلقوا هذه الدورة، وهناك غيرهم محتاجين لرعاية المؤسسات والجمعيات ورعاية الدولة بالمقام الأول، والمجتمع الذي تقع عليه مسؤولية هؤلاء الجرحى الذين ضحوا وصبروا وهم يدافعون عنه. ويعتبر هؤلاء جزء بسيط من 22 ألف جريح من أبناء هذه المدينة التي ما زالت تتحمل كل يوم جرحى جدد من أبنائها باستهداف ميليشيات الحوثي الإنقلابية التي ما زالت تحاصر مدينتهم منذ 4 سنوات.